بشهادة الباك شمن مهنة تقدر تقبل فيها بسهولة؟ خويا بشهادة الباك شمن مهنة تقدر، خويا المهنة اللي بغيتي تخدم بها بشهادة الباك راه السيكوريتي تلقى عندهم الإجازة والدكتوراه، قسما بالله أنا راه خالي دكتوراه وخدم السيكوريتي باش تكون عارف خويا. هاد المسألة الباك أخويا راه شهادة ما لا تخول لك ولوج سوق الشغل. اش بغيتي تخدم بالباك اخويا؟ فهمت راه مزاح ولي لي لونسونسي وما لقاو خدمه، الدكاتره وما لقاو خدمه، انت شاد الباك وانت تقلب على خدمه وسيكوريتي وشوف تشوف الا عندك شي بيستون. الباك اخويا راه ماشي هو الهدف، باك كانوا تخدموا به جدودنا اي بواتنا بواتنا بليتو ما جدودنا شتي ما قارش بواتنا ما كانوا تخدموا بالباك. ولكن اخويا حنا راه الباك راه ولا ما عرفتي الباك شنو هي؟ والله تنهضر معكم بصح، الباك هي تيقول لك مبروك عليك اسيتي صافي راك حاربتي الاميه، لان الدراسه الحقيقيه من ورا الباك، القرايه راه من ورا الباك راه ماشي دابا. راه بزاف الناس كيسحبوا دابا بحال الاخ محمد كيسحبوا راه صافي شد الباك راه قرا، لا راه تيعطوك حتى تصون تيقول لك مبروك عليك حاربت الاميه طيرت هذه المده اللي قريتي عندنا، حيت القرايه راه تتبدا من ورا الباك، القرايه راه تبدا من ورا الباك ماشي قبل الباك. قبل الباك راه باقي كتحرم الامنيه فعل فاعل مفعول وزن داك شنو داك البيت الشعري فعلال وفعليله.